السلام عليكم. كان في قصة شهيرة لعالم، العالم ده كان فيه مئات وألوف من الناس بيتابعوه وبيتابعوا وبياخدوا من علمه، وبييجوا بيسألوه في الأمور الفقهية وفي الدينية عشان يتعلموا منه، وكل يوم بيستفيدوا من علمه أكتر وأكتر، لحد ما جه وقت من الأوقات العالم ده وقع في ذنب كبير جدا، وفجأة الناس اللي حواليه كلهم انفضوا من حوله وما بقاش في حد بيتابعه، ما بقاش في حد يسمعه. العالم جت عليه فترة انعزل عن الناس وقعد في البيت. في يوم من الأيام جه شاب صغير وراح مخبط عليه الباب وقال له أنا جاي عشان أتعلم منك. فالعالم استغرب إن هو جاله، فقال له أنت ليه ما مشيتش مع الناس اللي سابوني وأنت ليه جاي لي؟ فالشاب قال له أنا جاي لك عشان أتعلم منك، بس أنا لما كنت بتابعك مش بتابعك عشان أنت نبي، أنا بتابعك عشان أنت عالم. وهو ده الغلط اللي كلنا بنقع فيه، إن أنت لما بتسمع حد وبتعجب بيه بتسلم له بكل حاجة وبتصدق كل حاجة منه، لحد ما تلاقي حاجة واحدة وحاجة واحدة بس هي اللي بتخليك تقطع علاقتك بيه وتنعزل عنه وما تسمعش منه حاجة. لما تتابع حد ما تتابعوش على إنه نبي، اتابعه على إنه إنسان عرف معلومة وصلها لك بشكل كويس وعجبتك وتعلمت منها. مش لازم تاخد منه كل الكلام اللي بيقوله، ومش لازم تصدق كل الكلام اللي بيقوله، خد منه اللي يفيدك واللي يعود عليك بالنفع، ومن هنا هترتاح. لكن لو قعدت تشوف ان هو ما بيغلطش دي ما هتبقى مشكلتك انت مش مشكلته هو، لان اللي بيديك الرسالة بيديك الرسالة عشان انت تتعلم، وبيديك رسالة معينة بعينها ما بيديكش كل حاجة. في ناس كتير بقابلهم من وقت للتاني لما بقول مثلا رسائل معينة وفجأة بيسألني سؤال بيقول لي طب انت بتعمل الشيء اللي انت بتقول عليه دوت؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده، او حتى مش لازم اجاوبك على السؤال ده، خد اللي يفيدك، اتعلم حاجة تفيدك انت وتضيف عليك قيمة وانت ترتقي في حياتك. اي رسالة بتجيلك يومية او اي حاجة انت بتشوفها في حياتك، الحاجة دي بتبقى جايالك وممكن في يوم من الايام تتسأل عليها، ان هي بتكون حاجة عشان تلفت نظرك او تغير فيك مفهوم معين. لو انت ما تغيرتش هتبقى مشكلتك مش مشكلة اللي قالك المعلومة، لان اللي قالك المعلومة شاف ان فيها ميزة او فايدة معينة ممكن يفيدك بيها فهو قالها لك، وده قرار لك انت، يا اما تاخدها يا اما تسيبها. ما تعملش زي بقية الناس اللي بيتابعوا الاشخاص عشان مسلمين بيهم ان هم مجرد ملايكة ما بيغلطوش. مفيش ملايكة على الارض تقدر تشوفهم بعينيك، في بشر على الارض بيصيبوا وبيخطئوا. خد اللي يفيدك وابعد عن اللي ما بيفيدكش. برضو بتلاقي مثلا ناس زي مثلا مغني او راقصة او مثلا ممثل عمل عمل وبعد كده بتلاقيه تاب وصلح حاله مع الله، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. عشان كده قال واذا سألك عبادي عني فاني انا الغفور الرحيم، ما قالكش واذا سألك العباد، العباد هم الغفراء او هم الرحماء اطلاقا، ربنا هو الغفور الرحيم. فما تحطش مسؤولية على الناس وتصدر احكام على الناس، لان انت ما تعرفش عاشوا ازاي وما تعرفش الحياة اللي هم ماشوا فيها. اتعلم اللي انت عايز تعلمه وسيب اللي انت عايز تسيبه، وما تلقيش بالحجج والبراهين او الاحكام على الناس عشان انت ما يجيش عليك وقت من الاوقات وتبقى انت في مكانهم. سلام.